أضعف أهون أحقر من أن يسلط على الناس، لكن يتبع لغلبة شبهاته وما معه من الخوارق، هذا هو السبب. فينتهي أمره إلى الشام، ينتهي أمره إلى الشام، إلى قريب من مطار لد اللي الآن موجود في فلسطين، ويكون المهدي من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، من نسل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المهدي، هو الإمام في ذلك الزمان الذي يملأ الأرض عدلا كما ملأ الجورة. فيخرج الدجال في آخر ولايته، آخر ولاية المهدي، وقبيل نزول عيسى عليه السلام. فينزل عيسى عليه السلام في آخر ولاية المهدي عليه السلام، وآخر حياة الدجال لعنه الله، ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق، على جبل في شرقي دمشق ليلا، بين ملكين، بين جناح ملكين، ثم يصل إلى قريب من اللد حيث كان المهدي ومن معه من المسلمين، كان قد حصروا بالدجال واستعدوا لقتاله، جاهزين لقتاله. فيأتي إليهم المسيح ابن مريم عليه السلام في تلك بعد نزوله مباشرة، فيجد أن الصلاة ستقام، يدخل عليهم في المسجد، فيقول له المهدي عليه السلام: تقدم يا روح الله صل. فيقول عيسى عليه السلام: أنت صل، بعضكم على بعض أئمة، تكرمة الله تعالى لهذه الأمة. هذا في الصحيح، حديث في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي يصلي وراءه ابن مريم؟ فيتقدم المهدي عليه السلام ويصلي، ويكون ابن مريم، عيسى بن مريم عليه السلام، وراءه. فإذا فرغوا من الصلاة، ربما أن صلاة الفجر، يسمع جلبة صوت، حركة غير عادية خارج المسجد، معلوم أن قبلة المسجد في فلسطين إلى الجنوب أو الجنوب الشرقي. فيفتح باب تجاه القبلة، وإذا بالدجال، فيخرج عليه المسيح ابن مريم عليه السلام معه حربة، عصا يتكئ عليها، في أسفلها حديدة مدببة، فيقول: إن لي فيك ضربة لا تخطئها أو لا تخطئك. فإذا رآه الدجال انماع، ذاب، استسلم استسلاما كاملا كما يذوب الملح في الماء، فيأتي إليه فيطعنه طعنة تقتله، ينتهي أمره. فعيسى بن مريم هو الذي يقتل الدجال، وهذا أول مهماته. فالمسيح ابن مريم عليهما السلام هو مسيح الهدى، والمسيح الدجال لعنة الله عليه هو مسيح الضلالة الأعور الدجال. فينتهي أمر الدجال هنا، يكون إن قتل عند باب لد، في مطار الآن في فلسطين يسمى مطار اللد، وينتهي أمر الدجال. ثم بعد ذلك تكون الولاية للمسيح ابن مريم عليه السلام، وينتهي أمر المهدي عليه السلام، فيتولى المسيح ابن مريم عليه السلام ولاية الأمة، إمامة الأمة، نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمته. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه:
والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم حكما مقسطا عدلا فيقتل الدجال ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام ويفيض المال في زمانه حتى لا يقبل من يوجد من يقبل الصدقة. فهذا من خبر عيسى عليه السلام يتولى خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمته فيكون قد حكم سلفا بالتوراة شريعة